قنوع محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب تنضم إلينا. أهلا وسهلا بك معنا لينا، ونتابع تحركات في الأسواق المالية معك. بداية مما يحدث في وول ستريت وهذه التقلبات، عدنا لنشهد تراجعات على المؤشرات الأمريكية، وفي نوع من الديبيت أو نوع من الجدل حول التوجه إما للأسهم السيكليكال أو الدورية أو القطاع التكنولوجي. أعطينا فقط هيك وجهة نظرك تجاه ما يحدث في وول ستريت من تداولات حاليا. نعم، أهلا بك. بالفعل يعني الأسهم الأمريكية تتعرض لعمليات تصحيح، وفعلا دخل مؤشر الناسداك إلى منطقة التصحيح، وتراجعات كانت كبيرة منذ القمة التي يعني حققها. بل بدأنا نشاهد هذه التراجعات منذ الثاني من سبتمبر، بالتالي هذه هناك توجه من قطاع التكنولوجيا إلى أسهم أخرى، بالتالي هناك توقعات بأن يكون هناك ضغط وعمليات تصحيح مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هناك حالة من التذبذب، حالة قلق من قبل المتداولين والمستثمرين حيال الانتخابات الأمريكية ومن سيفوز في هذه الانتخابات، لأن هناك في حال فوز ترامب سيكون له تأثيرات على الأسواق، وبحال فوز بايدن سيكون له تأثيرات على الأسواق سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية. أيضا لا ننسى أن تفشي فيروس كورونا وأيضا ارتفاع عدد حالات الإصابة اللي عم تنتشر وفرض مزيد من الإغلاقات والقيود على بعض الدول الأوروبية وخاصة في بريطانيا، وربما تمتد لمدة 6 أشهر، يعني هذا الهاجس والخوف عم بيثير القلق وبالنسبة من قبل المتداولين والمستثمرين، فليس لديهم شهية لأخذ المخاطر في الوقت الحالي. وخاصة عم نشوف أنه تصريحات من أعضاء الفدرالي الأمريكي أنه عم يحتاج الاقتصاد الأمريكي لمزيد من التعافي الاقتصادي، وهناك من أسماه ببير عميق أنه يحتاج مدة أطول لأن يتعافى الاقتصاد الأمريكي. لاحظنا بيانات أيضا ربما بعضها إيجابية وبعضها لم تكن بهذه الإيجابية، يعني قطاع الخدمات هناك يعني ليس بهذه الإيجابية النمو في قطاع الخدمات. بالتالي كل هذه الأسباب ربما تقلق المستثمرين وتؤثر بالفعل على نفسية المتداولين، وأيضا تصاعد التوترات. طيب لينا، ما زالت كيف سينعكس هذا على الذهب؟ الذهب الذي كانت يعني كنا قد شهدنا رالي قوي عليه، أو وصلنا لفوق مستويات $2000 قبل أن نبدأ عودة قوة الدولار الأمريكي تزامنا مع التراجعات التي شهدناها في أسواق الأسهم. هناك من يراهن على أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية سنعود ونشهد ذهب قوي فوق مستويات $2000، هل تتفقين مع وجهة النظر هذه؟ نعم، الكثير من يعني متوقع فعلا أن نصل إلى مستويات أكثر للذهب، وأنا من متوقع جدا أن نصل إلى مستويات فوق $2000 مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. كما ذكرت قبل قليل أنه هناك حالة من التذبذب وعدم اليقين لأخذ المخاطرة في أسواق الأسهم، بالتالي أسعار الذهب برأيي تتعرض لكثير من الضغوط، رغم أنه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي يعني يعتبر الذهب في ملاذ آمن، لكن في هذه الفترة مع حالة هذه القلق اللي عم تنتاب الأسواق هناك مع تقليص مع انخفاض أسواق الأسهم هناك تقليص لحيازة الذهب، فبالتالي الدولار هو العامل الأساسي في توجهات الذهب. الآن يتعرض لمزيد من الضغط بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، هناك التوجه الآن نتيجة حالة القلق إلى الدولار كملاذ آمن في هذه الفترة. ربما سنبقى في هذا التصحيح الهابط لأن فقدنا مستويات دون $1900، كانوا المستثمرون كانوا يراهنون أن نبقى فوق تلك المستويات. $1900 كانت سوف تعطينا فرصة أكبر لأن نصل إلى تلك المستويات، لكن ربما نرى مستويات الآن على المدى القصير 1800 أو 1825، لكن على المدى المتوسط والبعيد ما زالت نظرتنا إيجابية للذهب وتوقعات من نصل إلى مستويات 2000. لا ننسى أنه حزمة التحفيز
مع يعني متوقع أن يعني من قبل الكونغرس الأمريكي أن يكون هناك اتفاق عليها، لكن في ظل هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانشغال أعضاء الفدرالي الأمريكي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا يعني هناك جدل حول هذه حزمة التحفيز التي باتت من الضرورية، وخاصة بعد التصريحات يجب أن يكون هناك تحفيزات أيضا من قبل الكونغرس، تحفيزات مالية لدعم الأسواق. يعني هذا ما سمعناه أيضا من جيروم باول بأنه يعني ربما السياسة النقدية وصلت لحدود القصوى وحان وقت لتدخل من السياسة المالية. ولكن دعيني أسألك أيضا عن النفط، النفط اللي عم بيتداول لفترة بنطاقات عرضية. أولا نتحدث عن انخفاض الطلب بما زال هناك موجود من قبل منظمة أوبك ب 9.94، وأيضا التخفيضات اللي عم تقوم بها منظمة أوبك أوبك بلس ب 7.7 مليون برميل يوميا إلى جانب الإنتاج الطوعي، وأيضا الإنتاج الطوعي والإجباري، فهذا عم بيخلي يعني تقارب بين انخفاض الطلب وأيضا هذا الانخفاضات الطوعية والإجبارية. بالتالي لاحظنا أنه معهد البترول الأمريكي أظهر زيادة في المخزونات، لكن تقرير إدارة معلومات الطاقة عم بيظهر أنه تراجع في المخزونات رغم أنها تكون أقل من التوقعات. لكن كما ذكرنا انتشار فيروس كورونا، ارتفاع عدد حالات الإصابة، ربما نكرر هذه الكلمة دائما، لكن هي تأثير ولها وقع كبير على الأسعار، أسعار النفط، وأيضا يعني والمخاوف من إغلاقات جديدة ربما بالفعل سوف تؤثر على أسعار النفط. لكن برأيي غير أيضا تصاعد التوترات، أيضا العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا هي أكبر احتياطيات للنفط، كمان أيضا لها التأثيرات وفرض هذه العقوبات على فنزويلا، وأيضا ارتفاع الدولار الأمريكي. يبقي أنا أتوقع الاتجاهات الهابطة على المدى القصير، لكن أتوقع على المدى المتوسط الطويل أن نبقى ضمن هذه النطاقات الضيقة، ولا أتوقع أن يخسر برين دون $40. شكرا لك لينا قنوع، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب.